مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في إيران، زادت التوقعات بأن موجة جديدة للفيروس بدأت تضرب البلاد، ما يزيد على 200,000 حالة إصابة ونحو 10,000 وفاة، توقيت وصف بأنه ذروة تفشي كورونا بمعدل أكبر في محافظات عدة، فيما تقلل السلطات من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما لاري أنه تم تحديد 2322 مريضا جديدا بكورونا في إيران، تم إدخال العشرات منهم إلى المستشفيات بينهم حالات حرجة، إحصائيات ما إن يتم إعلانها حتى يتم التشكيك فيها من قبل نواب وخبراء ومن قبل بعض المسؤولين في النظام ممن يرون أن حصيلة الوفيات في إيران أعلى من المعلن بكثير. وزارة الصحة الإيرانية قالت إن محافظات عدة كالأحواز وخراسان رضوى وكرمنشاه وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية وجلستان وكردستان لا تزال في حالة إنذار. ورغم ما تشهده البلاد من تفشٍ للوباء، أعلن الرئيس حسن روحاني أن العام الدراسي الجديد سيبدأ أول سبتمبر سواء حضورياً أو عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إعادة فتح دور السينما والمسارح. ومع انتشار الأنباء حول تفشي فيروس كورونا في العديد من السجون الإيرانية، نقلت وكالة إسنا أن وزارة الصحة حددت بروتوكولات صحية جديدة للسجون في محاولة للحد من انتشار الفيروس.